في إطار محاربة الجرائم بشتى أنواعها، لا سيما منها الماسة بالاقتصاد الوطني. تمكن عناصر أمن دائرة البياضة من حجز كمية من المفرقعات متأتية عن طريق التهريب. تفاصيل العملية تعود إلى استغلال عناصر المصلحة لمعلومات مفادها حيازة شخص في العقد الرابع من العمر ينحدر من المنطقة على كميات من المفرقعات، ليتم على الفور مداهمة المكان أين تم حجز كمية قدرت ب 14784 وحدة من المفرقعات متأتية عن طريق التهريب.